بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من استاد الأهلي. النهاردة عندنا تغطية خاصة، النادي الأهلي بيقيم اليوم مؤتمر صحفي بيعرض فيه لائحته الخاصة. طبعا في البداية برحب بضيفي الكبير الأستاذ خالد العشري الناقد الرياضي الكبير. صباح الخير بقى دكتور. صباح النور عليك استاذ محمد وعلى مشاهدي النادي الأهلي، أعضاء جمعية عمومية، جمهور، اي حد بينتمي لقلعه الحمراء. يعني النهارده استاذ خالد بنتحدث حول اللغط اللي كان قائم في الفتره الماضيه، في بعض التعنت كان موجودا دون داعي او دون سبب واضح ما بين اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه والنادي الاهلي. اعتقد ان كان التناقض اكتر والتنافر اكتر ما بين النادي الاهلي واللجنه الاولمبيه في وقصه اللائحه الاسترشاديه. كان ممكن الموضوع من البدايه بقى ناخد مشاهدينا الى البدايه، كان ممكن الموضوع تبقى اسهل من كده، كان ممكن في بدايه الاسترشاد كان من الواجب التوافق مع الانديه الكبيره، نادي الاهلي، نادي الزمالك والانديه الكبرى الاخرى، كان من الممكن ان تكون هناك جلسه فيها تحاور وفيها تشاور وفيها استفاضه وفيها استعراض لكل اللوائح وكل البنود اللي كل واحد بيفكر فيها من الأندية حسب ما تكون له ظروفه أو يعني ظروفه سامحة لإيه متوافقة مع إيه. ولكن لم تتم هذه الجلسة وفجأة ما بين عشية وضحاها صحينا على اللائحة وإن لازم يكون تتم كل البنود اللي فيها. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هقول جملة وبعدين عايز أقول كلمتين الأول بعد كده نبدأ نخش، احنا إن شاء الله يبقى قدامنا وقت. يعني هي أنا قلت قبل كده أن هي عملية خداع، بتقعد تبحث عن القانون أو قانون الرياضة سنوات وبعدين القانون الأخير تقعد تعمل فيه شهور طويلة وتحارب من أجل مناقشته في البرلمان بداعي أنك أنت بتدور على أبسط حاجة وأجمل حاجة لأعضاء الجمعيات العمومية بالأندية أو الاتحادات الرياضية، وتدعي أنك أنت عامل لائحة جميلة بتسمح فيها للجمعية العمومية ان هي تكون صاحبة الكلمة العليا. والنقطة دي تحديدا اخذت حوارات كثيرة وعديدة في برامج توك شو وفي الصحف وفي كل حاجة، وفي الاخر بتكتشف انك انت بيتلعب معاك لعبة صعيدي شوية، يعني ان هو يسلمك باليمين وياخدها بالشمال، يعني في الاخر هو بيفرض عليك وضع تقدرش تهرب منه غير انك يعني هتلتزم بلايحة معينة هو حاطط اللي هي اللايحة الاسترشادية أو الإلزامية زي ما احنا بنقول، يعني لائحة إلزامية لائحة إجبارية. يعني النادي الأهلي مش هو اللي يقف يتفرج على حاجة هتفرض عليه بهذا الشكل. النادي الأهلي دائما وأبدا عبر تاريخه هو من يضع بأفكاره وقيمه ومبادئه النظم اللي الناس كلها بتمشي عليها. بنحترم طبعا المسؤول وبنقدر تفكيره وبنقدر قراره، ولكن لما يكون هذا القرار مخالف للواقع او مخالف للمنطق او مخالف للصح لا لازم يكون فيه هناك وقفه. طب استاذ خالد برضو عشان الموضوع دوت بالنسبه لي وبالنسبه للعديد من المشاهدين مش منطقي شويه، هو ليه لماذا لم يتم دعوه النادي الاهلي والنادي الزمالك والانديه الكبيره للتحاور؟ ما هو ده قبل دي النقطه بقى اللي انا بكلم حضرتك فيها، انك انت جيت ساعه اللقطه المهمه ورميت الطوبة. يعني انت الفترة اللي فاتت عمال تتحاور وتتناقش، وساعة الجد ساعة اتخاذ القرار انت اللي خدت القرار برضو في الاخر. يعني اذا لا حوار ولا كلمة الجمعية عمومية ولا اي حاجة من اللي قالوا عليها. طبيعي ان دور اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة ان يكون الدعم ودعم اكثر للرياضة الارتقاء بمستوى الرياضة المصرية. خليني بقى اقول لك على الكلمتين اللي انا عايز اقولهم اللي هم اهم. احنا دلوقتي عمالين بنتكلم في قصة التعنت من قبل اللجنة الأولمبية، وللأسف الشديد هذا التعنت متوفر بقوة لأن له دعم. إحنا الكلمتين اللي أنا عايز أقولهم بإيجاز شديد ورب النادي الأهلي، يعني أعضاء النادي الأهلي يبقوا سامعين الكلمتين دول والجمهور والناس اللي زعلانة، إحنا بقينا بنعشق عملية الانقسام يا أستاذ محمد على نفسنا، يعني ممكن أنا أنقسم على غيري في الرأي عادي، ممكن أنقسم على غيري ذهاب وعودة، عارف أنت السفسطة؟ اللي هو انت تقدر تقنع اللي قدامك بالراي والراي الاخر، ولو ما لقيتش ده انا بقعد انقسم على نفسي. النهارده لما بتقعد تتكلم عن النادي الاهلي وعلى مجلس اداره النادي الاهلي وتشيد بحاجه عملوها، تبص تلاقي ناس من ولاد النادي الاهلي زعلانين. يعني ناس يعني انت بتقول لي التعنت من قبل اللجنه الاولمبيه، لا ده للاسف الشديد في ناس من ولاد النادي الاهلي حاليا بيعملوا اكتر من
اللي بتعمله اللجنه الاولمبيه او وزاره الشباب والرياضه. بنسمع كتير وبنسمع تعليقات، بنسمع في برامج، وبشوف هجوم عليا انا شخصيا، لان انا بتكلم عن المجلس الحالي او عن انجازات المجلس الحالي، وكان انا بفضل شخص على شخص او بفضل حاجه على حاجه، برغم انه هو ده اللي موجود. يعني هو ده مجلس اداره النادي الاهلي اللي موجود بانجازاته. والمجلس السابق كنا نتحدث عنه، كابتن حسن حمدي خد فتره عمل فيها انجازات. ده اللي انا عايز اقوله بقى، ايه علاقه انك انت بتتكلم عن المجلس الحالي بمجلس اللي فات؟ ايه علاقه ده يا استاذ محمد بالكابتن محمود الخطيب؟ في ناس بتقول لي ان انا يعني بهاجم محمود الخطيب. طب انا طلعت معاك في الحلقه اللي فاتت، احنا تعرضنا للكابتن محمود الخطيب. بالعكس، احنا ذكرنا ان كابتن محمود الخطيب في حد في مصر لا مؤاخذه يقدر يهاجم محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب هو افضل موهبه جاءت في الكره المصريه. سيدي الفاضل ورجل اداري عظيم وفكر رائع وشخصيه غير عاديه. ايه علاقه ده بان في مجلس يدير النادي الاهلي حاليا بيحتاج لدعم وتدعيم من جميع ابنائه، ولما نفتح صفحه انتخابات وتترشح الناس كل واحد بياخد حقه؟ المجلس اللي فات زي ما انت بتقول عمل انجازات رائعه هايله، كان في عيوب ولا ايه؟ اي حد في الدنيا عنده مميزات له وعليه. لكن هو الكابتن حسن حمدي الفتره اللي كان موجود فيها عمل انجازات جميله جدا. حد يقدر ينكرها؟ هل احنا نقدر ننكرها في قعده واحنا قاعدين مع بعض ولا دلوقتي؟ التاريخ يقدر ينكرها. طيب لما نتكلم على اللي عمله المجلس الحالي، هل ده اجحاف للمجلس الاخر طبعا. ولا اللي احنا بنسمعه حاليا لبعض الناس اللي هي بتحاول تعلي ناس فبتجحف حق المجلس الحالي؟ ده اللي بيزعلنا احنا. يعني انت النهارده بتقول الكابتن حسن حمدي انجز، كلنا بنقول الكابتن حسن حمدي انجز، بتقول الخطيب شخصيه عظيمه، كلنا بنقول صالح سليم انجز، والفريق وكابتن صالح سليم رحمه الله انجز، ومن سبقوه انجزوا، كلنا بنقول ده. لكن انت احيانا بتقولها بطريقه بتحدث فيها شق او شق في الصف في النادي الاهلي. انت بتقسم النادي الاهلي، ودي حاجه عمرنا ما تعودناها. طول عمرنا شايفين النادي الاهلي صف واحد وايد واحده متحد على طول، حتى في الانتخابات وفي قمة الشراسة والصراع والسباق بتلاقي في أعضاء جمعية محترمين، كل ولاد النادي الأهلي محترمين. احنا اللي بيزعلنا اللي بيدخل دلوقتي وعامل انقسام،